المنبر العلي بفكره الرشيد، به الذكرى به العبرة به التفسير والتسديد، لمن كان له قلب وألقى السمع وهو شهيد. المنبر العلي بدرب آل المصطفى، المنبر العلي. صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا ابن رسول الله يا ليتنا كنا معكم سيدي فنفوز فوزا عظيما. السبب في نزول هذه الآية الكريمة يذكروا للمفسرين وجهين. الوجه الأول يروه عن ذي الكفل، للكفل اسمه حزقيل، وإنما أعطاه اللقب هذا لقب ذي الكفل لأنه كفل 70 نبي وخلصهم من اليهود. كانوا اليهود مقررين إبادتهم قتلهم، لأن أجرأ الناس على شفك دماء الأنبياء اليهود، و المتأثرين بفلسفة اليهود أيضا. لا تنسى أكو أبناء لليهود، ذولا المتأثرين بفلسفتهم متأثرين بآرائهم، ذولا أجرأ الناس على النبوات والعلم والعلماء. نعم، لأنه والفكر اليهودي أساسا إذا ترجع إلى ما تلقى مشكلة بالعالم إلا معظمها نابع من الفكر اليهودي. يعني ما أعرف إذا كان يتسع لنا المجال الليالي، لكن إن شاء الله أتناول هالموضوع. كفلهم وخلصهم، وبعد ذلك هو خلص روحه أيضا، لأن هؤلاء لما أرادوا قتلهم بصورة وبأخرى استطاع نبي الله ذو الكفل أخراجهم، كفلهم وأخرجهم. طيب، ثم ندب قومه إلى الجهاد. لما ندبهم إلى الجهاد قالوا له المكان اللي تدعون للجهاد بي طاعون، وإحنا لا نريد أن يخترمنا الموت في هذا المكان. فأماتهم الله فترة من الزمن ثم أحياهم، والآية نزلت بهذا السبب. هذا رأي. الرأي الثاني اللي يميلون إلى جماعة، ومنهم الشيخ محمد عبدة. الشيخ محمد عبدة في كتاب في تفسيره يرى أن الآية الكريمة نزلت في قوم هربوا من ديارهم ولم يواجهوا الظالم. طلعوا من ديارهم وما واجهوا الظالم، ولما طلعوا من أوطانهم وديارهم ماتوا، وما يحتيون، يعني ما تعود لهم الحياة إلا بالرجوع إلى ديارهم. وهو معنى جليل جدا، معنى جليل سيمر علينا إن شاء الله خلال البحث. هذني مرة الآية تشير إلى واقعة خارجية، ومرة يقول لا، بضرب من التمثيل الآية نزلت تمثل تمثيل. خلنا نشوف كلا الأمرين. أولا تقول الآية الكريمة ألم ترى
إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت. زين، الرؤيا المقصودة هنا بالآية طبعا ما المقصود بها الرؤيا البصرية، لأنه الرؤيا البصرية القرآن الكريم يتحدث عن قضية سابقة تاريخية، وما إلى معنى أن يكلفهم بالرؤية البصرية في قضية تسبقهم بآلاف السنين. مو يم الرؤية البصرية أبدا، المقصود الرؤية العقلية، نبه لي، يعني رؤية التفكير. ألم ترى يعني ألم تفكر، ها؟ مثل ما يقول فلان هذا رأيي، يعني هذا تفكيري، نبه لي، هذا المراد من عنده. زين، ايش نفتهم من هالمقطع؟ نفتهم من هالمقطع ان احنا عندما نقرا التاريخ، قراءه التاريخ لازم نطلع منها عظه وعبره، نستفيد منها العظه والعبره. تاريخ لما نقراه لازم ناخذ من عنده عبر، ناخذ من عنده القوانين التاريخيه، نستفيد من فلسفه التاريخ. القرآن الكريم يعلمنا، يقول أنت لما تقرأ التاريخ لا تمر عليه مرور الكرام، لا، اقرأ شوية للتاريخ وتمعن به وحلله شوية. زين، حلله، حاول أن تعرف هاي الحادثة اللي تقرأها شبيها فلسفة، شو وراها، حللها، مو تأخذها عمياوي مرت عليك كأنها قصة وهي هي. مع الأسف اللي صاير عندنا هو هذا، اللي يعدنا أن معظم الناس لما يقرأ التاريخ يقرأ وكأن يعني بمعزل عن فهم الحادثة اللي موجودة ضمن التاريخ. يعني خلي أضرب لك مثل، فد مثل، مثلا سيدة عائشة تقول أنا كنت فد يوم أكل مع النبي حيش نسميه هيش إحنا، يعني عبارة عن تمر وطحين ويركوب الدهن، هذا الحيش. يقول جاي أكل مع النبي حيش، ومر عمر بن الخطاب فدعاه النبي إلى الأكل معنا، قال تعال أكل، فمد يده فأصابت يده يدي، إصبع لاحت إصبعي، فقال حش لو أطاع فيكن لما ظهرت صورتكن. يعني ليش لو يطيع الامر اصلا ما يخلي كان قعدا تاكلا ويا الناس؟ يعني ارجوك لما شخص كالبخاري يروي هالروايه، ما في النبي قاعد على قارعه الطريق ياكل، بعدين غيره، يعني بس انت النبي ما عنده والاخرين عندهم غيره. يا سيدي ارجوك، عشان انا ما اريد ادخل اكو هوايه من هالنوع حكي، اكو من هالنوع حكي اذا تقرا غريب الله يشهد تفقد اعصابك. يعني انا لما امر لي بحادثه تاريخيه مو اتساءل ان هذه شنو مؤداها، شنو مفادها، شنو يعني انعكاساتها، الاثار اللوازم المترتبه عليها شنو. شيء غريب، ما ادري، كانه هذا حشاها وخلص، ورواية وبها بركة ونعمة من الله وآية. إبل بتحكي من النوع عجيب. يعني بتاريخنا الشيء الكثير أكو من هالنوع، وأنا ما أريد يعني أعري، لا ترى قد تكون معظم المذاهب الإسلامية جائز أن يكون عندها مفارقات من النوع، لكن تختلف شدة وضعف وكثرة وقلة. ما هذا المهم؟ المهم القرآن يصنع الفرد المسلم الواعي ليستفيد من التاريخ. عندما يقرأ التاريخ كن يأخذ من التاريخ الفائدة، وإلا أنا لما أقرأ التاريخ جاي أهدر طاقة. شنو هي الطاقة؟ أولا طاقة وقت، جاي أضيع وقت والوقت إلى ثمن، طاقة. ثانيا طاقة فكر، جهد عقلي. زين، إلى جانب هذا وذاك، أنه جائز هالمعنى اللي أدرسه أنا أفيد به غيري أيضا. أنا إذا ما أخذت العظة والعبرة قد أكون أشيء إلى الآخرين في نقل ما لا ينبغي نقله. على العموم أكو أشياء هواية
فكون الإنسان لما يقرأ التاريخ يأخذ عظة وعبرة من التاريخ. طيب، ألم ترى إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت؟ كأنه الله عز وجل لما يقول فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم، يريد بيننا أن مسألة الإحياء والإماتة ترى مقدرة وبيد الله. يعني شنو المقصود من هذا؟ شنو المقصود من هذا أن مسألة الإحياء والإماتة مقدرة وبيد الله؟ مقصود من عدها واضح. المقصود أن الإنسان يعرف إلى عمر مقدر، لو أراد أن يقلب الدنيا على أن يزود عمر لحظات ما يقدر، ما حد يقدر يعطيك عمر إضافي أبدا، شو مقدر إلك تأخذه. إذا كان كذلك، هذا شنو أثره؟ هذا ينعكس على رجولة الإنسان. خلي أقرب لك المعنى. الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه كان إلى أرجوزة، من ينزل للحرب إلى أرجوزة، يقول من أي يومي من الموت أفر؟ أيوم لم يقدر أم يوم قدر؟ اليوم اللي ما يقدر طبعا ما خلص ما يصيبني به شيء أبدا، واليوم المقدر اللي ما أقدر أدفعه، فليش أخاف؟ ليش ها؟ ليش أهرب؟ أبدا أنا ما أهرب ولا أفر، لأن واحد من اثنين، إما أن يكون هذا مقدر إلي وأنا ما أقدر أهرب منه، أو مو مقدر وما علي شيء. هذا المعنى تريد الآية الكريمة. الآية تريد تبين أن الإحياء والإماتة بيده تبارك وتعالى، هو وحده. ها؟ وقد يقول لي قائل أنه إحنا بالدنيا أكو عندنا هيك شيء، يعني إحنا أحيانا تنسب إن الإماتة والأحياء، إذا كان بهذا المعنى يعني الإنسان نعفيه من المسؤولية. يعني إذا واحد الآن اعتدى على واحد وقتله، نقول له هاي الإماتة بيد الله، الله موته، أنت شنو؟ ما عليك، أنت مجرد سبب، أنت مثل السكينة. السكينة ما نقدر نحملها مسؤولية جنائية، لأنها لا تضر ولا تنفع. ها؟ يعني هكذا؟ لا، مو تشيز. مو معنى ذلك أن السبب إحنا نعفيه من المسؤولية، لا لا، السبب ما نعفيه من المسؤولية وإن كان الإحياء والإماتة بيد الله، لأن السبب إلى دورة في إحداث القضاء والقدر. الله عز وجل يرتب الآثار على الأسباب، المسببات يرتبها على الأسباب، ومعنى ذلك نعفيه للإنسان من المسؤولية الجنائية. بس إحنا نريد نصحح ما في ذهن الإنسان عن قدرته على الإحياء والأمو. يقول له فرعون الموسى، يقول له ربك شنو؟ يقول له يحيي ويميت. يقول له أنا أحيي وأميت. زين، أنا أحيي وأميت، هذا المسكين يتصور أن يملك القابلية أو القدرة على الإحياء والإماتة. أبدا، هذا التفكير غلط، مجرد أداة. لو تقدر تحيي وتميت كان ما متت. وأكو واحد يشتهي الموت؟ أكد لك لو الإنسان عنده قابلية يبعث الحياة شاضل عاض على سنونه بهالحياة. وين كان الحياة؟ يعني تشوف يعني كلها ضيم، يعني لا تتصور. حتى اللي يعيش بأرقى أقسام الحياة هو تلقى ماخذ حصة من الألم. ترى ما لا تتصور الدنيا كلها جنة أو نعيم أبدا. يعني قد تلقى لك واحد يقول شكو علي هذا، أموال وخدم وكل شيء ما يبي رايح وجاي. أنت إذا تدور عنه تبحث عنه تشوف حتما ماخذ حصته من الألم، حصته النفسية ماخذها من الألم وأنت ما تشعر بها. ولا بد، لأن الله عز وجل ما خلق الحياة دار راحة أبدا أبدا، ما خلق دار راحة. بس يبقى أكو واحد مروض نفسه يقول لك شو أسوي؟ هذا القضاء والقدر، أنا شو أقدر أسوي؟ أقدر أغير من الواقع؟ خليني على هذا.
وإلا مستحيل يعني تلقى واحد أكو عنده نعيم أو أكو عنده لذة كاملة بهذه الحياة. أبدا، الحياة أمورها نسبية، مع ذلك الإنسان يحبها. ورحم الله أبا العلاء، تعب كلها الحياة، فما أعجب إلا من راغب في ازدياد، إن حزنا في ساعة الموت أضعاف سرور في ساعة الميلاد. لحظة يقول من لحظات الموت أهم من كل لحظات الولادة. النسوان تهلهل، إجا ولد والأم فرحانة، بس لحظة من لحظات موته إذا شافته يصارع الألم تعدل كل ذيك اللذة. هذا بلا كلام. فالباري عز وجل يريد يصحح الخطأ في نظر بعض الناس اللي يتصور أن مسألة الحياة والموت بيده، يقدر يحيي ويميت. يقول أنا أقتل، تمام، أنت سبب مباشر صحيح، لكن أنت تولى تتحمل مسؤوليتك كسبب مباشر، أما اللي تولى الإماتة ويقبض الروح، نعم، هو الله عز وجل. طيب، هذه المقطع الأول. المقطع الثاني، قال لهم الله موتوا ثم أحياهم. شي ترتب؟ يترتب أكو عندنا شيئين. الشيء الأول، أكو كثير من الناس يقول أنتوا إذا تقولون الله عز وجل يحيي للإنسان بعد الموت، شو ما شفنا أن واحد مات ومرة ثانية طلع عدل، شو ماكو، وين رأونا؟ لا، هذا بي إجابة على هالسؤال، هذا بي إجابة على هذا السؤال، أن الله عز وجل يقوى من بعد الموت، يميت ثم يحيي، يعني بي إجابة على هذا النمط، يقوى أن يبعث الحياة. وإن كان إحنا نقدر نأخذ هالعظة والعبرة من مكان آخر، شلون سمو الله عز وجل يميتنا بالليل ويحيينا بالصباح؟ يعني النوم موت؟ شنو هو النوم؟ نوم شنو موت؟ خلاص تفقد الاتصال بالعالم الخارجي، كل ما في الأمر يبقى النفس يتردد. إذا هذا مو موت، الأرض، هاي الأرض نفسها، هاي الأرض ميتة، تدعي عليها الماء وتذبيها البذر تحيا من جديد، تبعث الحياة، تطلع النبتة تبرعم ويطلع النبت، حياة، تشوف الحياة ماشية أمام عينك، بس تهد الماء على الأرض ترى الحياة. في المسألة إذن الباري عز وجل يريد يجيب على سؤال، هذا السؤال أنه صحيح يقوى على الإحياء بعد الإماتة أو ما يقوى على الإحياء بعد الإماتة؟ لا يقوى. طب هاي نقطة. النقطة الثانية، القرآن الكريم جيبين أن الله موت جماعة وأحياهم، ما بيها حساسية. إحنا لما نروي، لما نجي إلى هاي الآية بسم الله الرحمن الرحيم، إن الذي فرض عليك القرآن لردك إلى معاد، وبعض مفسرين يستفيد منها الرجعة، ليش تقوم القيامة علينا؟ إن دول يقولون بالرجعة، يقولون بالرجعة، وواحد يهزأ تلقى الإمام الصادق سلام الله عليه، قال له أنا أريد منك تعطيني شوية فلوس وأرجع لك إياها بأيام الرجعة. يهزأ يسخر، قال له إذا ضمنت لي أنك راح ترجع آدمي ما عندي مانع أعطيك أنا، لكن ما معلوم أنت راح ترجع آدمي، لأن هذا شو واحد يريد لك جواب، شايف؟ الواقع الناس ألوان، في ليش يعني، ليش ما يصير يعني اللي قدر على الابتداء ما يقدر على الإعادة؟ مو إجماع المسلمين، إجماع المسلمين على المعاد الجسماني، شو المعاد شنو؟ مو إحياء بعد موت، خو ممكن أن يكون قبل المعاد، وأكو أدلة عليه،
وبعدين هو احنا عندنا مو ضرورية من ضروريات الدين، لا لا، عندنا من ضروريات المذهب، يعني فهم من الكتاب. واحد افتهم من الآية هالمعنى، واحد ما يريد يفتهم من عدا بدون تهريج، مجرد فرض بدون تهريج. نعم هذا فرض. طيب يا أخي مو أنت تقول أن أبو حنيفة كان يعلم الخضر، جد، فلما توفى حزن الخضر، سأل ربه أن يحييه حتى يعلمه، يقول فأحيا وظل 25 سنة يدرسه ثم مات. طيب هاي مو رجعة؟ هاي شنو مو رجعة؟ ما فهم السمع. هاي ليش تصير وذيك ما تصير؟ يقول ليش هاي تصير وذيك ما تصير؟ العلم عندها أو لا؟ يعني الغرض الإنسان لازم يكون ذهنية علمية، لما تناقش شيء ناقشه بموضوعية. يعني أنا إذا قضية ما لاقت لي أهرج بها وعندي مثلها، شو المانع؟ ليش ما كثير من النوع كثير من هالنوع، نعم موجود، بس الإنسان مثل ما يقولون يرى القذى في عين غيره ولا يرى الجذع في عينه. فالمسألة إذن أنا لما أرجع للقرآن الكريم، القرآن الكريم يقدم لي نموذج، يقدم لي أهل الكهف ماتوا ثم أحياهم الله، ويقدم لي هالنموذج هذا أيضا ماتوا ثم أحياهم الله. إذن إمكان موجود، شظل أن يقع لو ما يقع. إحنا عندنا روايات موجودة، روايات. قد يقول لي واحد ليش هالروايات بس عندكم؟ أنا أقول لك ليش هالروايات بس عندنا. إحنا جملة من الروايات اللي عندنا ما ينقلها غيرنا أبدا. لا تروح بعيد أشياء، تفضل، أكو موسوعات إسلامية جاي تكتب بالفقه وتكتب نعم بالعلوم الأخرى، خمها كلها تلقى لك بها رأي لآل محمد. ليش؟ يعني آل محمد غريبين على الإسلام؟ ما أدري، مو الوحي نزل في بيوتهم؟ ما أدري، القرآن مو في بيوتهم نزل؟ مو هم عدلوا الكتاب؟ إني مخلف فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي. أرجوك يا ريت علي بن أبي طالب يحصل له مساحة بوسائل الإعلام بقدر ما حصل عليها مروان بن الحكم. يعني ما أعرف ليش يعني. فتأمل الروايات عندنا، خشوا يعني أنت ما تريد تذكر رواية ولا الروايات؟ أنا ما أخذها منين؟ ما أخذها من عدل الكتاب، مو من هؤلاء. ووالي أناشا قولهم وحديثهم روى جدنا عن جبرائيل عن الباري، هذا سندي. لكن أنت لما تعرف أن الرشيد يودي وراء واحد يقول له لقد هممت أن من يثبت الخلافة لعلي أضرب عنقه أقتله، تفت له قال له ليش بنو تيم يجون يقدمون يوم القيامة خليفة منهم أبو بكر، بنو عدي يقدمون خليفة منهم عمر، بنو أمية يقدمون خليفة منهم عثمان، أنتم ما عندكم غير علي بن أبي طالب، إذا عندكم مفخرة هذا الرجل ليش عندكم تشد باكر شو تقدم؟ سكت الرشيد. نعم، فلما لهالدرجة اللي يقول أن علي بن أبي طالب خليفة، الرشيد يريد يضرب عنقه، تتوقع عن يمكن واحد يروي عنه رواية؟ طبعا. إذن جملة من التراث وجملة من الروايات ما يعني اللي عن أهل البيت ما تذكر، ما تروى، حكم من الأحكام. فضل الآن تطلع تنزل عندك الصحف، المسألة الفنانية رأي الإمام مالك فيها كذا، رأي الإمام أحمد فيها كذا، رأي الشافعي كذا، رأي تفيد لك فد رأي لجعفر محمد الصادق مالك. ليش؟ ما أدري.
على أي حال لكم ذخركم. إن النبي ورهطه وأولاده ذخري إذا التمس الذخر. أين هو الواقع؟ نسأل الله أن يجعلنا في حجة آل محمد وراءهم على خطهم وورائهم، لأن هذا الخط اللي نأمن أنه لم تشبه شائبة، لأنه إلى جانب النبي يقول لقد نبأني اللطيف الخبير أنهما لن يفترقا حتى يردا علي الحوض. نعم، ها؟ وبإجماع يعني بقول جمهور المسلمين هذه الرواية، ها؟ بقول جمهور المسلمين. أرجع للآية، زين، هذا المقطع الثاني قال اللهم الله لهم موتوا ثم أحياهم، زين، بعد ذلك الآية الكريمة انتقلت إلى معنى آخر، قالت إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. شنو المن تشير الآية؟ تشير إلى أن إفاضة الحياة على الناس هو فضل. شوية تنبه، مو أكو عندنا فد مدرسة تشاؤمية، هاي المدرسة التشاؤمية تقول إحنا إيش حصلنا من هالحياة، هاي الحياة شنو حصلي من عندها، شو كلها مصيبة ورا مصيبة وضيم ورا ضيم، وتاليها شالوا ودبوا بهالرملة ويا الدود ويا الحشرات وخلاص عفوا هالجسد، هالجسم الأنيق هذا، ها، هالجسم الأنيق شنا وشل يعني ذبينا إلى الديدان تعبثوا فيه. ويقول واحد من الشعراء ولقد قلت لنفسي وأنا بين الحفائر هل رأيت الأنس والراحة إلا في المقابر، فأشارت فإذا للدود عبث بالمحاجر. هل العين الأنيقة هاي يأكلها الدود، يعبث بتعبث بها الديدان. وجوه رأى فيها الجمال أنيقه وأخرى الجلال اختصها لمهابه، تغول معناها الردى غير آشف وعاث بمعناها الثرى غير آبه، ونجل عيون في محاشٍ بضة قسى الدود في تمزيقها بحرابه. نعم، هاي النتيجة. فأكو بعضهم يقول احنا شنو اللي انتفعنا به من هالوجود هذا، احنا لو مو موجودين مو احسن لنا، وهذا يعني يقول احنا نحن نولى الوجود لم نألم الفقد، فإيجاده علينا بلاء. اقرب لك المعنى، يعني آبائنا اللي كانوا يعيشون على فانوس هذا ما يهم اكو كهرباء او ما اكو كهرباء، لان مو شايف الكهرباء فما يهم، يهم ايش وقت احنا الان اذا انطفى عندنا الكهرباء ما نقدر نعيش، زين، لانه الفقد بعد الوجود، يعني يشعر الانسان بالم الفقد بعد شعوره بلذة الوجود، فيقول احنا لو ما لذة الوجود ما كان فقدنا له الوجود وتعرضنا الى الالام. الآية تقول له جانب من هذا القول صحيح، لكنه جوانب أخرى أنت لا تعين بعين وحدة، الوجود مو بس آلام، بخير أنت بالدنيا تصنع معروف، بالدنيا تصنع ثروة من الأخلاق، بالدنيا تعمل خير والله يربيه إليك، على حد تعبير الرواية كما يربي أحدكم فلوة، شلون يربي حصانه، يتربى إليك هالخير وتأخذ جزاء غدا بين يدي الله. أنت تمر بهذه الحياة أشبه شيء بالزارع اللي يمر بالأرض يزرعها وينميها ويأخذ الغلة، أنت تأخذ غلة الحياة أيضا، والوجود كله خير، إذا أكو شر يجي من الإضافات من الأعدام،
وإلا الوجود ما بي شر. فالآية تقول له الله ذو فضل عليك، عندما أفاض على التراب إرادته أفاض عليها الحياة وخلقك من التراب، وإلا لكنت محض تراب. هذا الوجود بعدين هو لما راح يموتك ما راح يعدمك، لا راح يشيلك، بالعكس راح يحسن إليك، راح ينقلك من عالم التراب إلى عالم النور. ينقلك من عالم التراب إلى عالم النور، إلى عالم الرحمة، إلى عالم العطاء، إلى الله. إلى حيث مو شنو أنا دائما هاي الواقع يهزني، هذا الرجل الخيام عنده يقول في إحدى من رباعياته يقول ربي أوعدتني بأن جزائي، ربي أوعدتني بأن جزائي لذنوبي العذاب والنيران، فتعجبت من وعيدك هذا وأنا باكتناهه حيران، أعذابي بموطن منك يخلو، دلني أين هذا المكان، أم مكان تحله ومحال حيثما أنت رحمة وحنان. فيقول لي أنت وين ما عدني تعذبني، وين راح تعذبني، بيا مكان، المكان اللي أنت بي مستحيل المكان اللي أنت بي يصير عذاب، أنت وين ما تروح وياك الرحمة، أتعذبني بمكان أنت مو بي، وين المكان اللي أنت مو بي، ماكو مكان يخلو منك. شايف الواقع، الإنسان عندما يخرج من هذه الدنيا ما طلع إلى العدم، راح إلى العطاء، إلى رحمة الله، إلى نعيم الله. فلا تتصور أن الموت يعدمنا، إنما ينقلنا إلى عالم كل عطاء وكل رحمة وكل خير إلى الله عز وجل. قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. جل هذا بناء على ماذا؟ هذا بناء على الرأي الأول، أن ذول طلعوا من الأرض خوف الطاعون، الله موتهم. أكون هنا مناسبة أيضا، ترى البلد، الحديث النبوي الشريف، إذا كنتم في بلد وقع به الطاعون لا تخرجوا منه، وإذا كنتم خارج البلد لا تدخلوا فيه. أحدث النظريات العلمية ترى هي هاي، لأنه الإنسان اللي يكون في بلد في داخل وباء ما يطلع، لأن من يطلع ينشر الوباء برا، وما يجي لا يجي، لأن إذا يجي يتعرض إلى الوباء، يعني حمية مناعة، يوجد عند نفسه مناعة عن أن يقع بالداء. طيب هاي بناء على النظرية الأولى. بناء على النظرية الثانية شوي التفت لجين، وهي نظرية عملاقة، أن ذول اللي خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت، يعني فالطاغية من الطغاة طلعهم من بلدهم ما وقفوا بوجهه. القرآن الكريم يقول ذول موته، ذول موته، أماتهم الله، هذا موت، موت معنوي. أنت يجب أن تقف بوجه الظلم حتى على ضعفك، نعم تقف، لأن إذا طلعت من بلدك متت، متت. شايف القرآن الكريم شو يقول؟ ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه، كأنه القتل والخروج من الديار واحد. وفعلا فعلا الإنسان إذا طلع، إذا تجول ميت، هذا في حكم الميت، لأن الأوطان مو بس خبز، الأوطان مو بس خبز وثوب، الأوطان كرامة، الأوطان عزة، الأوطان مجمع أهل وأحبة، الأوطان يعني مو سهلة. فلذلك الله عز وجل عظم منزلة الجهاد، شان لازم يجاهد ويقف في وجه الظالم. الإنسان إذا رأيت أمة تهاب الظالم
أن تقول له أنت ظالم فقد تودع منها. ولهذا الجهاد دفاعا عن الديار، الجهاد دفاعا عن تربته، دفاعا عن مشقط رأسه، دفاعا عن مقدساته. هذا أقرب المقربات إلى الله عز وجل. وعدنا والله نماذج في تاريخنا بالجهاد، نماذج مشرفة، الجهاد على مختلف مستوياته. يعني مثلا سيف الدولة رضوان الله عليه، سيف الدولة الحمداني، صور هذا الرجل، هذول بنو حمدان هم ابن تغلب ابن وائل، كانوا عندهم ثلاث بيوت بالإسلام، بيت معمر زين هذا واحد من البيوت، وبيت العدويين نعم هاي اثنين، وبيت حمدان ابن حمدون، دول أجداد الحمدانيين، ثلاث أسر أبناء تغلب ابن وائل. هذا الرجل أبو فراس سيف الدولة، وابن عمه أبو فراس سيمر علينا. سيف الدولة كان نموذج مشرف. تدريش كم غزوة غزا الروم؟ غزا الروم 40 غزوة، 40. حتى أكو عبارة لمحمد كرد علي في تاريخ الشام يقول له ما سيف الدولة الحمداني لتوغل الروم في الشام، هذول حموا الأعراض والدماء والأموال وحموا البلد من الكفرة. 40 واقعة. وش كان يسوي من يرجع من الواقعة؟ ينفض هدومه، الغبار مال الحرب مال الساحة، غبار الميدان غبار المعركة، ينفض يا جماعة جماعة سوى لبنة كبيرة، لبنة قالهم حطوها تحت رأسي بالقبر، هاي أستشفع بها إلى الله، أقول لها الغبار كله من أجل الجهاد في سبيلك. وبس هاي يعني سيف الدولة بس هاي؟ أبدا وحياتك، سيف الدولة معلم حضاري ضخم. المستشرق بروكلمان، بروكلمان يقول عظمة سيف الدولة مو بس بالجهاد، عظمت بالانعطاف للعلم والحضارة. يعني انت لما تشوف حلب في ايام الحمدانيين، حلب كانت من المعالم الحضارية الضخمة بالدنيا. نعم يعني ذولا مثل ما يعبر عنهم صاحب يتيمة الدهر، ذولا الحمدانيين يعبر عنهم صاحب يتيمة الدهر يقول أوجههم للصباحة وأيديهم للسماحة. نعم الواقع ذولا أوجه وعقولهم للرجاحة، فكر وبطولات وكرم ونخوة وإباء، فد أسرة مملوءة عنفوان وفخر. ويكفيهم وحياتك، يكفيهم دولة اثنين، هذا سيف الدولة ويكفيهم أبو فراش. تتعرف هذا أبو فراش طب إلى مجلس الخليفة العباسي سمع يشتم الزهراء، يقول بماذا يفخر علينا بنو فاطمة؟ يفخرون بفاطمة وفاطمة امرأة. وشتم الزهراء، طلع جمع الحمدانيين الموجودين عنده وطب إلى جيش العباسيين. ذول الحمدانيين عقدوا له السيوف، سووا لها مثل السوق، يمشي تحت السيوف، ووقف ورفع صوته، الحق مخترم والدين مهتضم وفاء آل رسول الله منقسم، يا باعة الخمر كفوا عن مفاخركم، لمعشر بيعهم يوم الهياج دم، تنشد تلاوة في أبياتهم سحرا، وفي بيوتكم الأوتار والنغم، إذا تلوا آية غنى خطيبكم، قف بالديار التي لم يعفها قدم، أأنتم آله فيما ترون، وفي أظفاركم من بنيه الطاهرين دم، هيهات لا قربت قربا ولا رحم يوما، إذا أقصت الأخلاق والشيم، إلى آخرها الميمية اللي تعتبر من المفاخر. كل بيت بيها يجسد موقف، نعم مجموعة من المواقف، يجسد الإباء والبطولة والرجولة والحمية. هذا الرجل
مفخرة من مفاخر التاريخ هذا أبو فراس، وصل إلى درجة آخر شيء أن طلع والسيوف معقودة عليه، ما حد قدر يحركه أبدا. ليش؟ لأن ذول عشير تحافين بي واكفين داير مدائرة، إلى أن طلع تحت ظلال السيوف. وهذا موقف العشيرة يلعب هالدور، موقف العشيرة يلعب هذا الدور. تعرضت زينب ابنة أمير المؤمنين يوم العاشر من المحرم إلى موقف بانت فيه أهمية العشيرة. شنو هو الموقف؟ الموقف اللي تعرضت لشافت الطرماح لما سقط إلى الأرض، قاموا لأعمامه طلعوه منين؟ من بين القتلى حتى لا تمر الخيل على جسده. طيب الحر ابن يزيد قاموا أعمامه أيضا طلعوه انتزعوه من بين القتلى. الحسن المثنى قاموا خواله طلعوه من بين القتلى. زينب تقلب عينيها يمينا وشمالا، تريد لها واحد ينهض إلى الحسين. اختنقت بعبرتها، صاحت: أما لهذا المشجع، أما لهذا المشجع من عشيرة، أما فيكم مسلم يواري هذا الغريب؟ وغلبتها دموعها. رحم الله سيد حيدر، يقول في رأيته: مشت دار يوم الطف أعمى فلم يدع عمادا لا إلا وفيه تعثر. وجشمها المسرى ببيداء قبرة ولم تدر قبل الطيب ما البعد والشعر، ولم تر حتى عينها ظل شخصها إلى أن بدت بالغابرة حشارة. هاي الآلام وين اكتنزتها؟ جمعتها في قلبها إلى أن جن عليها الليل، إجت إلى الرأس الشريف المنبع يحزين من وراء ون القطع ونقطع رجواي، اشتهيش يا روحي بونتك أحمى الضيعات. ربي نسألك وندعوك ونتوجه إليك بجلال وجهك وبرحمتك التي وسعت كل شيء وبكلماتك التامات، فرج عنا يا الله. اللهم إني أسألك من كل خير أعطيت منه محمد وآل محمد، ادفع اللهم عنا كل شر دفعته عن محمد وآل محمد. اللهم اجعل هذا البلد وباقي بلاد المسلمين آمنة مطمئنة. اللهم لا تؤاخذنا بسوء أعمالنا. الإخوة المؤسسون تقبل اللهم عملهم، ولأماتهم مع أمات الجالسين والمسلمين بلغ الجميع ثواب الفاتحة.